وبرقاد وقدام ديون صلى زينا الأول. هيك اخوي الدرب مع ابو سيجو. كان والدرب كان تبعيه وقلا تعرفوا بعيو كان كان والدرب كان والدرب ضربت عليه شي بيوتا واحد الريس يريدوات تما في الرباط دابا خصو هو يرد من بعد يقول ما عرفش واش كيشوف. لا والله داك الشيء زوين. انا كنفكر بان هذاك اللعب ديال الزنقة وهذاك الشيء هو اللي كيكبر احنا المغاربه اللي كيكبر وكيزيد لينا حاجه في العقل ديالنا وفي البيرسوناليتي ديالنا. ماشي بحال كل شيء البلدان. احنا في المغرب شي حاجه تلعب بالزنقه حاجه زوينه وهكا احنا كنكبروا. هادشي اللي كاين. والوالد ديك الساعه كان رجاوي جوجل اوف لا فامي كامل رجاوي تبدك قال لك يلا ندوز تاس. ايوا شي لا كانوا رجاويين وانا كنت عجبني الرجاء في صغري بزاف بزاف بزاف. كان ليدول ديالي كان مصطفى حجي وباصير كانوا عندي جوج تونيات وولد عمتي واحد النهار عطاني واحد التوني ديال شيبو نهار 18 وكنت كنلعب بهم كندير هذا وكان عندي ديك التونيات ديال الرجاء كنا كنموت على الرجاء. واحد النهار قلت ليه بغيت نمشي الرجاء ومشينا واستقبلني فتحي جمال كنبغي نسلم عليه وكنقول ليه شكرا على فاش كنت صغير اللي درتي معايا. وبديت من تما ودخلت الرجاء وبديت نحس براسي لاعب في الرجاء وهذا كيقولوا لي عندك كوشيه زوينه هذا عارفه المغرب كي كيقولوا لك فاش كان عندك شي حاجه زوينه كيقولوا لك شو على كوشيه كيدير شو الباكيات كيدير ولكن مزيان مشيتي لوازيز ديك الساعه حيت كان القرب مع بو سيجور انت او ميم طون كنتي كتموت على الرجاء مشيتي كان الحلم ديال انك تلعب مع الرجاء وتلعب في السينيور ديال الرجاء. الحلم كان لعب في الرجاء ونولي لعاب ديال الرجاء وكان هذا وبزاف عرفتي كان لا فامي كامله كانوا كيموتوا على الرجاء بزاف. عارف الناس ديال كازا اما رجاء ولا ويدا كانت عندنا احنا الرجاء هذا. في الاخر وصلت للمينيم راه عندك لي زانفورماسيون كاملين انت عارف ولا نسيت شي حاجه قول لي. المينيم فاش مشيت الراجل العام الاول داز وديجا العام الثاني قالوا لي واحد القضيه اشرف انت فاش دوزتي التست في الاول دخلتي مع فتحي جمال بديتي كتلعب مع الفئه اللي كبر منك بديتي كتلعب مع 91 دابا كانوا في الراجا كانوا 93 92 91 و90 90 كيبينين كيعرفوا يلعبوا كره كانوا كيدوروا كره اما اللي صغار كانوا كيخربقوا 13 0 13 هذا بزاف فهمتي الصغار. يلا العام الاول دخلني مع فتح جمال شافوني هكا قالوا لي غتمشي مع دوك اللي كيلعبوا كانوا كلشي 91 ولكن كانت عجباني مع 91 92 ما كانتش بزاف الفرق ولكن انا اصغر واحد في الفرقه. فاش جيت لعبت مع 91 دار شي شويه ما عقلت شحال وعاوتاني داوني مع 90 سميتو الى ما عقلت الحاج اشبارو الا ما كانت الحاج اشبارو الا كانت عاقل. وشكون ما عقلتيش على شي سميات كانوا لعبوا معاك ديك الساعه في 90 اسم واحد سميتو زيرياب واحد سميتو زيرياب ما عقلتش عليه بزاف الدراري اللي كملوا وصلوا لعبوا مع السينور دراجه وداك الشيء ما لعبتيش معاهم ديك الساعه في ولا 90 91 لا ما نظنش نو ما نظنش حيت فاش مشيت مع 90 دازت شي بحال كتي قول 6 شهور ووصلت على الوالدان والوالد هنا في طاليان. داكور
دوزتي دونك هذيك العامين ديك الساعه اللي كنتي مع كنتي كتلعب مع الرجاء، الوالده ديك الساعه كانت في الطاليان، بقيتي غير انت والوالد في المدرب؟ بقينا غير انا والوالد، وكان الوالد معايا وكان مقابلني، كان مقابلني وديما معايا، شاد معايا شاد الساك غادي معايا المدرسه، من المدرسه الريمو ديال الراجه رجع دوز معايا. مشيتوش شي مره تيرا انت وياه ودخلتوا مع الجمهور شي كومبيونس ديال الجمهور؟ داني مره واحده ولد عمتي حيت كان كيموت على الرجاء، كان كيمشي للكوربة هو وداني للكوربة، ما نعاودش لك فاش داروا بيت، انا تخلعت عرفت كنشوف الناس هابطة عليا ما عقلتش على والو. من تمايا ما بقيتش نمشي حيت كانت شوية صعيبة الدراري الصغار للكوربة، حتى كاين جمهور عارف ديال الرجاء ولا ديال الوداد عارف شي حاجة بزاف. هنا اللعاب اللي كيلعبوا معايا ولا في نيوكاسل قال لي الجمهور تما ديال الديربي عندكم بزاف، قلت لي هذا احنا مغاربه اخويا عارفك. بقيت متبع بيان سور لي ديربي كتفرج لا دائما كل ديربي عمرني ما كان بيردي لا ديربي، لا عارف نعز عليه الراجع، عز عليه الوداد، ولكن الديربيات كيما دارت لينا الراجع حمرت لينا الوجه، حتى الوداد في الشامبيونز ليغ لا فينال بزاف بزاف. دابا انا وليت كنريبريزنتي المنتخب عزيز عليا كاع المغرب ديالي وكاع اي فرقه، والدراري ديال الوداد ديال الراجع ديال شباب مراكش كما كان الكوكب مراكش ولو خوت كل شيء فهمت، كتب هذا كتب هذا كتب هذا كتشوف ماتش بزاف. دونك ملي مشيتي للطاليان بديت بقات شوكة ديال الكره، بغيت تلعب الكره، مشيتي تما ما لقيتيش هذاك السيستم بحال ديالنا حنا، كتخرج للسوق تلعب تلقى كره ديال 60 تعقل على هذيك ديال الميك. ما كايناش اخويا، حنا عندنا الكره زوينين نقيين كيلعبوا معاهم كيبقاو نقيين ما مجروحينش ما مقطعينش ما والو. مشيت لواحد البلاصه، واحد البلاصه هكا كنشوف الدراري كلشي لابس مزيان طك طك طك، وانا نمشي ليهم بالتوني ديال الراجا، مشيت لهم كل خضر غير كيضروا في كلشي كيقولوا هذا منين جا عاوتاني. وانا بديت نلعب وبداو يشوفوا كيقولوا اوكي عاد بداو يعرفوا بان كنت كنلعب سيريو وهذاك الشيء. بغيت نسلم على خويا جواد كيقول لي السي اشرف. السي جواد ايوا فطرتي مزيان اخويا شفت الصوره بصحتك. قول لي ما عرفتيش علينا على هذيك الطابله ديك الوعد عنان ولا اللي فيها صليبه فيها شويه هذيك الاخرى الكبيره ما حنا ما كاينينش. انا عقسي بي تحية جواد جواد مزال الله عمره من بعد نديرو فيس تايم انت عارف الجروب. لا بكال ايه شو بغيت نقول لك انت مشيت لبلاصه بحال لوراتوريو سميتو لوراتوريو، هاد البلاصه سميتها لوراتوريو. لوراتوريو بحال اللي بغيت نقول لك ديال اللي يمكن لك تلعب الكرة، يمكن لك تلعب اي حاجه تما بزاف تلعب، تلعب التيني تلعب الفولي اي حاجه، ولكن انا كتفتين انا ديال الكره كصغيرين كنا كنلعبوا اللي مع اللي عزيز على الكره، ولكن كيشوفني واحد السيد قال لي كيفاش اش كدير هنايا علاش باش تمشي تلعب؟ قلت لي انا ما كنعرفش هذا، وقال لي صافي انا غادي نديك، ودار رونديفو هضر مع الوالده والوالد داوني هاد لهاد الفرقه، وانا نشوف هذا كلشي مورغانيزي كلشي بالتوني مزيان كلشي بالتيرانات مزيانين بالكوتش وكل حاجه منظمين فهمتي. وانا مشيت تمايا درت كما مشيت لقيتهم كاملين لابسين بياض زرق بياض زرق، وانا مشيت بهذيك كل خضر بياض خضر كنت جاي انا كيفاش جاي هذا بالبيض الخضر ونسر قلت لي ونسر ولكن الحاجه اللي شفتو قالوا يلا قص شات قالوا لي بداو يشوفوا بواحد الوجه زعما هذا منين خرج عاوتاني فهمتي، ويقول لي ويجي عندي الكوتش قال لي صافي غتولي معنا دابا صافي غتبدا تجي معنا وهذاك الشيء من صغري. قلت لي وكاف الحال حاجه تنسى من وراء اشرف شنو قال ما شفتو جواز يدق عليك كيدق عليا على
عارف هو كان باغي يلعب معايا في الرجاء، ولكن اخويا اش غادي ندير؟ ما تعرفش، ما تعرفش الوقت تجيب عاوتاني. ايوا ما تعرف، ما عارف شنو، ما نعرف. ولكن دابا بغيت نلعب في النيفوات، فهمتي، باش نحمر الوجه ديال المغاربه اللي في اوروبا ولا في المكان، بعد نلعبوا في نيفو كبير، تشامبيونز ليغ، وان شاء الله اللي بغى ربي هي اللي كاينه. هادشي اللي كاين. في هاد الفرقه اللي سميتها فينيغونو، بقيت متبع لونطريمون غادي هذا، وكنحس براسي بان غادي مزيان. كل عام كيديروا شي مجموعات، كياخذوا واحد جوج في الفرقه، كيديروا لهم تيست باش يمشيو. اما الفاريز ولا كومو، كانت في السيري بي، وفاريز حتى هما كانوا بروفيسيونيل، الفرقه كبيره وعلى كيعزلوا فيها. انا والعام الاول مشيت لكومو، درت تيست مع كومو ومشى مزيان، ضربت بيت هذا هذا. ولكن رجعت من بعد الفينيغونو، رجعت دوزت عاوتاني عام عامين، وفي الصيف خدتني فاريزي، درنا التيست وعجبتهم انا وواحد صاحبي الاخر، ومن ثم خدتني فاريزي. بديت نتريني، بديت ندير حاجات، مشي كنت ملي تبدلت في المدرسه، كنت متبع المدرسه ديالي، خديت الدبلوم ديال الايكونومي، وكنت كنقرا وكنشد الساك ديالي في الصباح مع هذيك السبعه، كنت كناخذ الترين وكنمشي للمدرسه، من المدرسه لونطريمو، كنرجع حتى لهذيك السبعه ولا الثمانيه للدار. وغادا لا روتين بحال هكا، غادا العام. ولكن كان عندك مشكل ديال الترونسبور في هذاك الوقت، حيت مشكل الترونسبور. كنت كناخذ غير الترين، حيت الوالده كانت خدامه، مازال ما كنتش بروفيسيونيل، كانت خدامه. وانا كنت كناخذ ترين، كنت كناخذ من بعد طوبيس، واحد جوج طوبيسات باش كنمشي نتريني. وفي الاخر عاوتاني كتشد الطوبيس ندقدق بلونطريمون، كتريني 100% وباغي توصل، كنت تاخذ عاوتاني الطوبيس الاول، الطوبيس الثاني، عاد كتشد الترين، وعاد كتوصل للدار، كتمشى، عاد كتوصل للدار. والوعره ما كاينش ملطون، ما كاينش، فاش كنت كنخرج الطن الحراري كيموت عليه. والله ما كاين، والله هذاك الشيء اللي كان ناقص. وكتمشي للدار واخا هكاك، وعارف بان خصك تفيق مع 6 الصباح باش تشيل عاوتاني التران ودير لها روتين، كتوصل للدار كتاكل، كتبدا دير التراكسيون، كتبدا دير لي زابدو، بدا هذا باش تحسن بان عندك هذاك الحلم ديالك باغي توصلو كيما كان، توصلو باغي توصلو. والحمد لله سهل علي ربي بزاف. دائما في اي فرقه كنت انا اللي كنخرج منها، كانوا كيعزلوني منها انا، غير انا. وكنقول كيفاش كيعزلوني، ولكن فاش كتفكر شنو كنت كدير، كنشوف الحدين بان فاش كيوصل الويكاند، واخا دراري صغار وهذاك الشيء، كانوا كيخرجوا، كانوا كيديروا. انا ما كنتش كنخرج، انا ما خرجتش حتى 17 عام 18 عام. اما قبل كانت الخدمه هذه تراكسيون بزاف، كنت باغي نولي بيرفكت. والحمد لله عاوني على لي ساكريفيس ديالي، ماشي سهل. بغيت نقول كاع الدراري اللي كيسحبهم، اللي كيوصل البروفيسيونيل ولا يولي لاعب المنتخب ولا لاعب ديال الكره، ماشي سهل. اللي كيشوفوا غير برا زوينه كيلبس مزيان ولا هذيك، هذاك الشيء ماشي سهل الدراري، خصك تضرب تماره تماره بزاف. ولكن الحمد لله كل واحد اللي كيوصل للحاجه اللي دار، فهمتي، هادشي اللي كاين مع الخدمه ومع التماره والصبر. سيتو الصبر مع فاريزي، مع فاريزي تختاريتي في المنتخب ديال المنطقه اللي دي كتلعب معاه ديك الساعه، كتبان. دابا كاينين في المنطقه كيقولوا لها بروفينجا، البروفينجا هي البروفينس بحال اللي قلتي، فاريزي هي الدوله الكبيره، وكاينين كاع البلدان المنطقه الصغيره، كاينين شي تقول شي 10 ولا 11، وكل فرقه فيها بزاف الدراري. وتصور كيعزلوك انت من هذوك كاع المنطقات اللي تزاد على هذوك عاوتاني الفاج ديال العام اللي فات اللي جاي. الحمد لله نجحت، لعبت معاهم، بديت العام الاول مع فاريزي، مع شفت فاريزي الدراري كانوا موجودين بزاف، عرفتي، كيجونغليو بتينيسه، كيجونغليو بكره صغيره، كانوا كيديروا لنا تكنيك بزاف. وما كنتش كنلعب العام الاول، كنت كنلعب بحال 40 مينوت 15، عرفتي، قلت كيفاش دابا وصلت حتى لهنا وغادي نطيح. ولكن والو، قلت لا خصني نخدم عاوتاني، عرفتي، اي حاجه اللي شفتها ناقصه عندي كنمشي للدار كنبقى عاوتاني نديرها طا 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 طا، كنبقى نخدم فيها، وهذاك الشيء حتى كنتحسن. والحمد لله العام اللي جاي عاوتاني بديت لعب تيتولير،
وهذيك اسمي اللي سميتها بيريتي، اللي من وصلت للفاريزي سميتو اليافي. من اليافي كاين اليافي ا اليافي بي، وكاينين عاوتاني بيريتي ولا كاينه بريمافيرا. ما فاريزي ما كانش في السيري بي ولا السيري ا، اذا ما كاينش بريمافيرا، هي الدوزيام الفرقه الثانيه ديال الفرقه الاولى. اذا كانت البيريتي، انا كنت في بيريتي. هذيك البيريتي كيديروا من الخميس لخميس الماتشات مع البريمير ايكيب، ما كتقفلش على كره. البريمير ايكيب كيلعب وانت كتدافع، ما هما كتوصل حتى لوسط التيران. ولكن انا درت في راسي كنقول انا مغربي، انا لعبت الزنقه، لعبت هذا، كيفاش هذا كيلعب في كره بروفيسيونيل؟ كنشوفهم فهمتي بالطوموبيله ديالهم، هذا مزيان، كلشي مزيان بروفيسيونيل، وانا هذاك هو الحلم ديالي. كنقول هذا شنو عندي اكثر مني؟ انا مغربي، انا غادي نولي لاعب منتخب، هذا هذا هذا، وكندير اكثر منهم. ولاو يشوفوني بعين هكا كيقولوا اليوم بشويه، كيقولوا لي الدراري الصغيور، كيقولوا الدراري الصغيور بشويه. وفي الاخر الكوتش عيط ليا، نقول دوزنا 6 شهور بحال هكا، الكوتش دي عيط ليا قال لي تبدا تريني معانا. بديت نتريني معاهم، كنلعب الماتشات مع الدراري الصغار اللي معايا ديال بيريتي، وبقات غادا هكاك. داروا لي الكونترا على 15 عام، عاوتاني جدوا لي الكونترا على 16 و17 وغادا هكاك. حتى وصلت البريمافيرا، دوزت العام الاول ديال البريمافيرا، ربحت الشامبيونا مع بريمافيرا كونتر الانتر. وهذاك الشيء حيت فاريز عمره ما ربحت شي حاجه، وربحنا مع الانتر اللي مكونه فرقه اللي باش يديوها البريمير ايكيب ديال ميلان، ديال جوفونتيس، ديال هذا. وصلنا حتى للفينال وخسرنا لا فينال. هذوك ثلاثه الماتشات درت عليهم، درت ثلاثه البيوت على روما، فيورنتينا وجوفونتيس. وفاريز شدتني من بريمافيرا، كاع كلشي، كل واحد مشى لفراقي ديال اربعه ديفيزيون، ثلاثه ديفيزيون بهكا. وانا شدتني فاريزي، بقيت معاهم العام الاول، بقيت نلعب، ما لعبتش، ضربت واحد البيت. ولكن البريمير ماتش اللي درت مع ليكيب الاول على 15 ومع 16 عام ديال لا كوب ديتالي، ضربت بيت اول ماتش اللي ضربت بيت الاول. شكون ديك الساعه شكون لعبت ضد من؟ ما عرفت والله، ما عرفت. وقيلا سميتها بيرغو كريما، واحد الفرقه سميتها بيرغو كريما، كان ديال التروازيام ديفيزيون، كان ديال التروازيام ديفيزيون. فاش فاريز طلعت، ربحت الشامبيون، طلعت للسيري بي، خلوني معاهم، لعبت، بقيت نلعب معاهم شويه هكا. العام الثاني عاوتاني بديت نلعب، عطاوني لي ماتش، وجا واحد الكوتش بان كيتيق فيا، بغاو يبدلوا الفرقه وبغاو يديروها جون. وثلاث سنين وحنا كنمشيو للفينال مع فاريزي باش نطلعوا للسيريا، وخسرناهم، خسرنا لي فينال. والعام الثالث وصلت حتى الفينال ديال كل عام كاينين بلاي اوف وكاين بلاي اوت، كاين اللي كيطيح واللي كيطلع. حنا كنا في سيري بي، كانت فاريزي كتلعب على بلاي اوف باش تطلع. اذا مع سامدوريا كتسمعني دابا شوي وعاود رجع. اوكي دابا مزيان. ومن بعد بقات العام الثالث هكاك في جونفي، بغاتني باليرمو، كنت ما بين تورينو وباليرمو. ولكن باليرمو اللي دفعت مزيان، هضر معايا الديريكتور، كان باغيني، كانوا باغيين يربحوا السيري بي، وباغيين يطلعوا السيري ا، باغيين يكونوا فرقه مزيان. وجاتني مزيان بان غنكمل في واحد الشامبيونه اللي عارفه هي جو غادي فيها مزيان، غربحها باش يكون عندي شي حاجه في الكوريكولوم ديالي ديال كويري، شي حاجه في اللي داير، وندير السيريا. وفي السيريا ونيت نكون عارف اللعاب اللي كنلعب معاهم وهذا. ومشي طلعت قبل اشرف، قبل ما نهضروا على 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 باليرمو على سميتو، قبل بعدا كنتي لعبتي بزاف ديال لي بوست، كنتي كتلعب مع اشرف الصغر. صغري لعبت العشرة سونتر ميت فيد مع الرجا. نيت مع الرجا كنتي كتلعب مع الرجا، مع الرجا كنت في الرجا كنت كنلعب في السونتر. يعني عمرني ما لعبت في اكستيريور ولا ثلاثة ولا هذاك، كنت كنلعب في السونتر. وعاد باش كان بوستي احمدي
وبعد كيفاش شكون اللي اكتشف فيك هذيك بي غوش اللي قال لك بلاتي راه خصك انت تلعب في هذا لو بوست؟ لعبتي مورا بعد اريال سونترال واقيلا، لعبتي اريال سونترال واحد؟ لا قبل ما تمشي ديما لعبت في الراجا، ديما لعبت سونتر، ولكن فاش وصلت للطاليان الطاليان كيشوفوا الفيزيك ديال الواحد وكيشوفوا كي كيدير، بدلوني داروني اكستيريور، كنت كنلعب اكستيريور اغوش، ولعبت مع اكستيريور في فينيغونو، مشيت لفاريزي لعبت اكستيريور، وحتى طلعت للبريمير ايكيب. فاش بديت هذيك العامات اللي كنطلع مع البريمير ايكيب وكنت كنلعب الماتشات مع الدراري اللي